والنائب الأسبق بالبرلمان. مرحبا، أهلا وسهلا سي شفيق. مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لفضلك، مرحبا بيك، شكرا على قبول دعوتنا وحيك معنا في المباشر. نحكيو كل عادة على الكازينو، مش كل كازينو، وش نحكيو زادة على شاطئ تبارورة اللي كانت في حملة خلال الصيف الماضي تطالب بفتح هذا الشاطئ اليوم للمواطنين الفقسية اللي محرومين انهم يعوموا في شاطئ تبارورة اللي هو على بعد بعض الامتار على وسط المدينة. شاطئ نظيف ومهيئ لكنه مغلق أمام المواطنين. هات نبدأوا الساعة اليوم بمشكل الكازينو ومشكل الشركات اليوم اللي ملوثة للبيئة وما زالت تنتصب وربما أنشطة متاحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الموانئ ومع البلدية ومع كل الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع. لكن النشاط الصناعي يبدو أنه ما زال متواصل لحد الآن في المنطقة هذية سي شفيق. شكرا. احنا نظرا لعدة مشاكل في الكازينو ما تحلتش والله. واحد اليوم كي عملت التدوين قلت مش نتعدى على اذاعه الديوان، قال لي شنو تخلص لنا اليوم؟ لان الناس وليت تشوف امام المماطله نتاع السلطات لعدم الرغبه في حل المشكله نتاع الكازينو نتاع تبارورة وغيرها من المشاكل المتعلقه بالبنيه التحتيه من نقل حديدي ونقل جوي ونقل بري. ولد الانسان كي يحكي انا الاول استمت وفعلا نحس روحي نخرف، ومع ذلك متمسك باش نخرف ومتمسك باش نتوجه للسلطات ومتمسك باش نناشد ابناء الجهه باش يكونوا صف واحد من اجل جوده الحياه ومن اجل يرجع البريق للجهه نتاعنا. هات نبداو بالكازينو. احنا وجهنا العديد من المراسلات بالسلطات الجهويه المحليه، وزاره الدفاع، وزاره النقل، ديوان الموانئ، السلطات المحليه والجهويه، البلديه، النواب. المطالب نتاعنا كانت واضحه. اول حاجه هو الاخلاء الفوري لبقيه الفتحه الشاطئيه من الشركه الصناعيه فكين. هذه شركه بدون وجه حق متمسكه بالملك العمومي البحري بدون وجه حق. هذه الدوله عطتها امتياز 2010 انتهى، عطتها رخصه نتاع اشغال وقتي وفق الامر 4824 لسنه 2013 هذا اللي ينظم الاشغال الوقتي باش يهبط بابو خرقنا. كمل 2010 شد في البقعة ما حدش سلم فيها. مع الوقت ولا عنده يحب يطرح تركيز نشاط صناعي في المنطقة هذه. معناه 14 سنة استغلال الفسحة الشاطئية هذية دون وجه حق. أي وهذا هو من جملة المطالب نتاعنا. رحنا طلبنا وزارة النقل وإدارة الميناء فتح تحقيق قضائي حول السكوت على بقاء السيد هذا، رغم أن إدارة الميناء نهارين هذوما بلغتني ان راهو بداوا ياخذوا في الاجراءات باش يخرجوه. علاش تسكتوا عليه؟ علاش ساكتين عليه؟ والسيد هذا راه الدوله ما لوحتوش، عنده المعمل نتاعو سكين في تبرورة، عطاته تعويض. معناتها في بلاصه اخرى هاي؟ عطاته مليار دولار باش يعمل مشروعه واحنا معاه باش نشجعوه باش يعمل في الضفه الجنوبيه. انا والله معاه كيما عمل رئيس الدوله في هاك الكرامه القابضه باش حقق في المبالغ الماليه، احنا مع فتح تحقيق في المبالغ المالية اللي خذاها في التعويض من اخراجه من منطقة تبرورة. انا نشك ان المبالغ هذه تكون طائلة جدا. ضروري رئيس الجمهورية ياخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في المسألة هذه. على كل هذه مسألة اخرى. ما قلنا نحب يخلي المكان وفتح تحقيق. هذا اولا. ثانيا راهو النشاط اللي يحب يعمله قلنا له راهو ما يجيش نشاط في منطقة ترفيهية، في منطقة الميناء يحب يخصصها لنقل المسافرين وللسياحة، ما هوش معقول باش تنتصب غاديك وتعمل نشاط صناعي. هذا نشاط صناعي. وقلنا راهو الشركة هذه ما عندهاش مكان باش تكون في المنطقة الترفيهية، أبناء الجهة أجمعوا. هو يستقوى علينا بصراحة. يستقوى علينا وهكا علاش احنا وجهنا مراسلة لوزارة الدفاع. هو عمل شراكه مع وزاره الدفاع باش يصنع سفن، واحنا متمسكين باش تكون الشركه هذه تنتج وتصنع في ساقس، لكن ما تستقواش علينا. حتى المواطن كي يقرب من المنطقه هذه اللي في طرف الكازينو اللي عاملين فيها بريير محتله هو تو يخوفنا ويخوف المواطنين، ابعدوا، يقول لهم هذه منطقه عسكريه. لا يا اخوي، ايش عملنا لك؟ تخوفينا بجيشنا؟ راهو هذا جيشنا احنا، جيش تونس راهو جيشنا احنا مش جيشك انت.
حاجة أخرى زي كيف كيف اللي طلبنا بها هو تنفيذ مقررات المجلس الوزاري 2016 باش نخرجوا الأنسلة الفوسفاتية من البقحاك. راه ماهوش معقول، راه هذا ما يليقش لا بالإنسان لا بالحيوان، نفرغوا البخارة في ميناء الساقف في قلب وفيه قرار بلدي، ما تنساش فيه قضايا، فيه مجلس بلدي 30 ديسمبر 18 فيه المجلس الجهوي، فيه مجلس الجامعة. وانا والله العظيم نحب نتوجه لوزير النقل كما توجهت الوزراء نتاع النقل السابقين، وزير النقل السابق جاتو جمعيه في حلق الواد يهبطوا ويصدروا في الكلينكر، معناتها الاسمنت يعمل شويه غبره، خلط خاطرها ما مع التصدير ما غاديك باش ما يقلقش المواطنين. السيد الوزير هذا هذا اتصلوا به في الجمعيات المدنيه نتاع قابس، على اساس في قابس يهبطوا الفحم الفحم البترولي هذا يخدموا به معامل اسمنت. وتحت الضغط نتاع المجتمع نتاع قابس بما فيهم اتحاد الشغل، وافق ان نتاع الشحنات تتوزع ما بين قابس بنزرت ثم معمل نتاع اسمنت، منزل بورقيبه ثم معمل، ورادس بالنسبه باش يمولوا لتونس. ايه واحنا ما تسمعناش يا سيد الوزير، احنا ما تسمعناش وزير النقل، رحنا بشر، رحنا ما احناش حيوانات، خذوا بخاطرنا اسمعنا شو معناتها، معناتها عشرات السنين والبخار واكلت لنا تبدا. دقيتوا باب وزارة النقل وما لقيتوش جواب سي شفيق؟ شنو وزارة النقل؟ وزارة النقل ما ثمش أكثر وزارة اتصلنا بها، عبر وسائل الإعلام في الميساجات في الفاكسوات في الاتصال المباشر الاتصال المباشر بالوزراء بالوزراء الكل، وبعثنا لهم ولا حياتي من المجيب. أقول لك علاش؟ أي علاش؟ لأنهم يحبوش يحيروا، لأنهم هما عندهم قرار باش يحولوا الرصيف للصخيرة، ما يحبوش يجبدوا الميراث نتاع الصخيرة، لأن الصخيرة ميناء مياه عميقة، ربي عطاه ربي عطاها الصخيرة 16 متر عمق، ما يحبوش يحيروه الدوسي نتاع علاش؟ علاش يقلق ميناء المياه العميقة في الصخيرة؟ على خاطر عندهم هذاك الحلم نتاع بن علي يحبوا يحققوه. الحلم نتاع اللي مش يخرب الموانئ التونسيه الكل نتاع ميناء المياه العميقه في الفيضة. وحنا قلنا لهم امشيوا نحو، دعينا رئيس الجمهوريه باش هو اللي اثر باش نعملوا سياسه مينائيه تنهض بموانئ تونس كامله. واذا بالسيد الوزير في الجلسه في الجلسه نتاع 13 نوفمبر في مجلس نواب الشعب يراوغ الجميع ويقرر باش يعمل دراسه الافق، الدراسه هذه باش يدرس بها المخطط مدير الموانئ التونسيه لافق عام 2040، فرحنا احنا كي قرينا هكا. لكن في نفس الوقت يقر على ضروره الابقاء على مشروع انفيضه. انت تحب تعمل مشروع مديري باش تشوف فيه السياسه المينائيه وتعمل لنا مسمار شحال، شكون قال لك في المشروع المديري مش باش يعملوا في باقه اخر؟ يقول لك لا يا سيدي ما حاجتناش، هذا يتشبث به. جاكم رد سي شفيق بعد البيانات والبلاغات والاتصالات والشكاوي؟ لا بعد ما جا حتى رد. أقول لك بصراحة ما جينا حتى رد، احنا كنا نتوقعوا وزارة النقل، لأن راهو المنطقة الكازينو ولاد الساقس الكل يعرفوها، بيتنا اللي في عمرنا راهو كان فيه نادي، كان فيه مطعم، كان فيه نوادي نتاع رياضة، كان فيه نوادي نتاع السباحة، كرة يد شاطئية، كانت فيه مرافق صحيه، كانت فيه ادواج. من اللي سكروه لنا بالتلوث ولا تحت سلطه الميناء والصناعه وكان بني هلال جاتو، راهو شيء فضيحه اللي عمرها لا تسجل في التاريخ. حطموها البناءات، حطموها المنشات، ما خلاو حتى شيء يدل على البقعه هذه كانت فيها شاطئ وكان فيها ترفيه. احنا كان في بالك يبعث لنا مش قلنا اي جا ونقعدوا ونشوفوها وزاره النقل كيفاش مش تساهم في اعاده الاحياء نتاع المنطقه هذه، مش تفتح نقاش مجتمعي وتجسد هاك الشيء اللي خدمنا عليه، لان الميناء نحبوه نتاع الساقس، نحبوا ننهضوا به، نحبوا نطوروا الانشطه نتاعو. ليش هذايا؟ باش نحبوا الميناء في الاخر راهو في خدمه المدينه مش المدينه في خدمه. اذا به الاداره نتاع النقل بدات تبني في ساس في 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 حائط. رسول الله احنا من السيسان ما خرجناش من السفاقس، عندنا مشكله ما بين السفاقس شواطئها والسيسان، اما المشكله برا ابني بلاش رخصه. يا رسول الله انت كملت المشاكل نتاع البورت الكل، خرجت علينا البخاره، نحيتك الاوساخ اللي موجوده، خرجت هاك المستثمر اللي قاعد هنا، شنو تعطيه شهر باش يخرج؟ تعطيه 12 ساعه باش يخرج، هذا عنده 10 سنين، شنو معناتها تستنى شهر؟
شهر ليش باش يعاود يريق الامور والسيس هذا الواش باش يعاود ينتصب من جديد سي شفيق السيس هذا الواش السيس تبني في سيس الواش باش تعزل بيش ومنطقة عازلة ولا شنو احنا قلنا لهم راهو الساقس يزيها متخنق هو شنو هو بالنسبة لي هو يحب يعمل يحفز ملكه يحفز ملكه يا خويا استنى شوية استنى حتى راهو تو قاعدين نعملوا في التخصيص باش نحددوا الملك العمومي البحري من العلم الملك العمومي المنائي قاعدة في طوره الأخير أنت تبني سيسك شكون قال لي هو غاد ولا مش غاد ينتظر وشكون قال أنك مش تدخل في الملك العمومي الـ الـ البحري هذا الكل صاير فك صاير في الفسحة الشاطئية اللي مش بعيد عليها برشا فما شاطئ جميل جدا اي دعونا في صورة الجهوية السيد المعتمد أو المكلف وكان متفهم هو والسيد المعتمد متفهمين قلنا لهم افتحوا نقاش مع إدارة الميناء قلنا توضح للصفاقسية شنو اللي تحب تعمل خاطر احنا التكوينة منها وزارة النقل والميناء التكوينة مرة يحبوا يعملوا نحاويات يحبوا يفلقوها الجهة ومرة كما قلت لك الشاطئ كامل تخرب ومرة خلاوها معناتها راهو خرجنا آلاف آلاف الأطنان من الزبل نتاع بناء نتاع مواد صناعية كيفاش يخو احنا يلزم تكون عينينا عليهم ما نحبوش نسيب بهم آلة مطلقة إيجا عمل نقاش يا سيدي مش معيانا يا سيدي أكو جمعيات برشا والناس تحب الميناء وتخدم على تطوير الميناء وإحنا وقتنا كامل مخصصينه باش نهضوا بميناء الساقس احنا دونك راهو دعوه الوزير النقل راهو عنده مشاكل كبيره مقدمينها بالنسبه لل يسمعنا وراهو المخطط هذا اللي يخدم عليه المخطط هذايا نتاع الاستراتيجيه نعم 19 هو راهو استراتيجيه الوطنيه لقطاع النقل اللوجيستيك اول امس انعقد المجلس الوزاري 6 فيفري فيه توسيعه مطار تونس خرطاج جاي من هنا من الاستراتيجيه وقتاش تعملت الاستراتيجيه راهو وقت في مجلس النواب فيك التحالف نتاع النداء والنهضه ومن وافقهم هذه برامجهم يطبقوا فيها توسيعة مطار تونس قرطاج 200 مليار دو هذا تو راهو 6 فيفري 2024 عمل المجلس الوزاري رئيس الحكومه مقترحات نتاع الموت وربطوا المطار هذايا بخط حديدي بوسط العاصمه وخط حديدي سريع بين مطار قرطاج والنفيضه هذا كل تقريبا 400 مليار لازم هي وزيد خط مترو البحيره البحر الازرق انت كي تحب توسع مطار تونس قرطاج اي خليك البقيه في المطارات احنا نتحكموا فيك باش تنهض مطار الصفاقس مخصص 200 مليار ويحب يعمل مطار جديد ب 2700 مليار في المخطط نتاعو سامحني وفي صفاقس 8 مليار دولار ثاني مدينه في الجمهوريه انا كيفاش مشي نربط صفاقس بالخارج كيفاش مش ننهض باقتصادي قلنا له يا اخويا اعطينا رحلات اعطينا سيد وزير يا تونس الجويه اعطينا رحلات من تونس الجويه خليها تنطلق من ساقس تقول لا الشركه فالسه وما نجمش ايه انت كي ناوي توسع وترفع الطاقه نتاعك 16 مليون يا سيد وزير ايه اش باش تخلي لنا احنا اش باش تخلي لبقيه مطارات تونس راهو فيق سيد وزير رحنا في عهد نتاع مجالس نتاع جهات واقاليم الناس الكل تتساوى اما انت المشاريع نتاعك تحب تميز زوج اقاليم فقط تونس العاصمه وانفيضه وما حولها وبقيه الاقاليم لها ربها يحميها وهكا ما تقومش قائمه لتونس ومش يوليو عندنا اقليمين فقط والبقيه خماسه هذا سيد وزير سبق باش نبهنا الوزراء السابقين وقلنا اللي كنتي راهو البرامج اللي تعمل فيها راهي تخرب اقتصاد تونس راهي تعمق اختلال التوازن بين جهات واقاليم تونس. باهي سي شفيق في دقيقه واحده دعوه قضائيه ضد اي مسؤول اغلق شاطئ تبارورا امام المسؤولين امام المواطنين وين رفعتوا القضيه هذه؟ احنا راهو تعرف تنسقيه في برشا جمعيات جمعيه شاطئ الكازينو رفعنا مش نرفعوا قضيه عفوا مش نرفعوا قضيه لكن جبنا عبد المنفذ وعاين الحاله حاله الاغلاق ومنع المواطنين والساتر الترابي والخنادق اللي عاملتها الشركه اللي هي تابعه لوزاره التجهيز وسنقاضي الناس هذوما وكل من معاهم وقف معاهم وساندهم باش يحموا مواطنين صفاقس من حقهم الدستوري في الوصول الى شواطئهم يرسل له 50 سنه وقت كانت الامبيكا لوثت وحرمتنا الدوله التونسيه وعاد تحب تعوض خذات قرض ب 200 مليار وهيئت ونحات التلوث وجاء وزير التنميه عام 2010 وعام وسبح وقال سايل الامور مريقله واذا
بالدولة ووزارة التجهيز تمنع المواطنين مسيبين الكلاب والعساسة وعاملين الخنادق. شو معناتها التشفي هذا؟ وين شفناه؟ ما شفنا في حتى مدينة أخرى، لا في نابل، لا في الحمامات، لا في طوزر، لا في قابس، لا في أي مدينة من المدن التونسية السلطة تمنع مواطنيها من الوصول لشطهم. في الاجتماع متاع 14 جانفي جوا جويليا الفايت متاع مناول، راهو قعد الناس الكل، الناس الكل حضرت، الكل الأمن، الحماية، الصحة، التجهيز، الناس الكل وافقنا إلا المدير متاع الشركة ما وافقش. ومع ذلك مشكور السيد المعتمد الأول، معناتها حوصل النقاش على أساس الناس وافقت وبعث للسلطة المركزية، لكن للأسف الشديد السلطة المركزية لم تستجب إلى مطلب مواطني إسفاقس. واضح أنا باش نعوم في بحري أنا في رخصة من السلطة المركزية، وهذا كان اللي صار، وثم جاء رفض معناتها من السلطة المركزية. واضح سيد شفيق العيادي، واضح جدا، وصلت المعلومة. شكرا لك سيد شفيق العيادي، عضو تنسيقية البيع والتنمية نائب الأسبق بالبرلمان، شكرا على كل هذه التوضيحات. نوصل معكم لقانا تقلبات جوية عامة مرتقبة على كامل تراب الجمهورية، كل التفاصيل تتشويته.